بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا مع هنتكلم عن إزاي نواجه موجة الحر الشديدة دي بحاجة بسيطة جدا جدا جدا، ألا وهي لصقة الأطفال اللي هي بتيجي بتاعت اللي هي المبردة اللي هي بتبرد الجسم لما يكون درجة حرارة الطفل بتبقى عالية. ما تستغربش، هي فعلا فعالة جدا وجميلة جدا وهتظبط معاك بشكل كبير جدا جدا ورخيصة جدا. هي تقريبا العلبة بسبعة جنيه ولا بعشرة جنيه على أعلى تقدير يعني، فهي بسيطة جدا. أول حاجة إن إحنا بنشتري البلاست زي ما أنتوا شفتوا كده، وبعد كده ممكن نحطها على بعض الأماكن في الجسم. طبعا أول مكان ممكن نحط فيه اللي هو الجبهة، ممكن تحطه على الجبهة، ولو إن يعني إيه في ناس ما بتحبسش قوي موضوع الجبهة ديت، يعني ناس بتبقى مؤلمة شوية وممكن تعمل صداع. الحاجة التانية ممكن تحطها على كف الإيد كمان، يعني ممكن تحطها على كف إيديك الاتنين من الناحية ديت أو من الناحية اللي هي تحط الكفين مع بعض. بالإضافة كمان إنك ممكن تحطها على منطقة الصدر، يعني تحط على منطقة الصدر من الناحية دي أو من ناحية دي أو برضو ناحيتين مع بعض. على فكرة الموضوع ده فعال جدا، وخاصة موضوع الصدر والقدمين، يعني الصدر والقدمين هم أكتر اتنين يأثروا جدا على الجسم زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نحط الاتنين البلاست نحطهم على إيه، نعملهم نفتحهم ونحطهم على أرضية الرجل من تحت. طبعا هتسألني وتقول لي ليه يعني ايش معنى المناطق دي بالذات، الجبهة او الايد او الرجلين او الصدر؟ هقول لك، لان الاماكن دي فيها تجمعات عصبية، فانت لما بتحط عليهم الجل اللي هو السائع ده بيوصل درجة حرارة الجسم كلها وبيدي مؤشر للجسم ان في درجة حرارة موجودة، في درجة حرارة منخفضة موجودة، فبيبدأ الجسم بيستجيب لانخفاض درجة الحرارة دي. وحتى لو درجة الحرارة عالية جدا، يعني لو حتى درجة الحرارة عالية جدا وانت حطيت البلاست مثلا على منطقة الصدر، ولو ان منطقة الصدر صعبة شوية بسبب عند الرجال بسبب الشعر وكده، الا انه عند النساء ممكن، انما عند الرجال ممكن تحطها على منطقة الرجلين بسهولة جدا، وخاصة لو ثبت البلاست الجيل ده حطيته على كرتونة ولا حاجة، او ثبته مثلا على في شبشب مثلا، يبقى شبشب بيتي مش هتستخدمه مثلا على الارض او اي حاجه، هتثبته تثبيت بسيط كده وتلبسه في رجلك مثلا وانت قاعد على السرير او قاعد على الكنبه، والشبشب هيكون نظيف، فده هيفرق معاك كتير جدا وهتستشعر بان درجه الحراره فيها بروده كمان. بالنسبه للبلاست، وفي حد هيسال يقول لك طب ما البلاست ده مثلا درجه حرارته بتقل، هقول لك انت ممكن تجيب اثنين بلاست وتتغير على بعض، يعني مثلا البلاست ممكن بياخد من ساعتين لاربع ساعات، وبعد كده هتبدأ تحطه في التلاجة أو في المبرد اللي هو الديفريزر، وبعد كده إيه بعد كده تقوم تبدل، تقوم حطه مثلا في كرتون أو تثبته، والتلاتين التانيين تحطهم وتبدل إيه اتنين باتنين أو إيه اتنين على اتنين كده. المهم إن الموضوع مش مكلف خالص، والموضوع فيه هو المقصد إن هو بيلعب على الاستجابة الفسيولوجية للجهاز العصبي، والموضوع مريح جدا، هو محتاج بس تجربة. والمهم في الاخر انك هتحس ان الجو بارد جدا مع المروحة العادية بتاعتك في البيت، انت تقعد في المروحة بشكل طبيعي جدا، حتى المروحة بتجيب هواء سخن انت مش هتستشعر الهواء السخن ده، بل بالعكس انت تحس ان الهواء جاي ساقع، وتبقى لميت الموضوع كله فعلا بسبعة جنيه بس. ده الموضوع كله، جرب انت مش خسران حاجة، والموضوع هيفرق معاك كتير جدا. وبس لو الموضوع عجبك وجربته ولقيته فعلا تمام، كل اللي طالبينه منك انك تدعي لنا دعوة طيبة، ويا ريت تعمل لايك وشير وسبسكرايب. بصراحة نكون فخورين جدا ان انت اشترك معانا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.